هذا اللقاء يندرج في سياق مجموعة من انفتاح الكلية على المحيط الاقتصادي والاجتماعي. الموضوع المختار اليوم الذي تم بتنسيق مع مؤسسات أخرى هو الجهوية بين النص يعني الممارسة والتطبيق، والجانب النظري النص القانوني والممارسة. الهدف منه هو تقييم بعد مرور 3 سنوات ديال دخول حيز نفاذ القوانين التنظيمية الإيجابية الدستور ديال 2011، فين وصلنا في هذه الجهوية. الجميع يتشكى من منتخبين من مواطنين أن هناك اختلالات، أكثر من ذلك الجهوية رخصت تربط بالنموذج التنموي، لأن تحدث الجميع تحدث عن محدودية النموذج التنموي المغربي، وجهة الملك دعا إلى نموذج تنموي جديد. إلى أي حد الجهة انطلاقا من القوانين اللي كاينة، انطلاقا من النخب اللي كاينة، انطلاقا من التقسيم الإداري اللي كاين، انطلاقا من الإمكانيات المالية اللي كاينة، انطلاقا من التصورات المجهودات اللي كاينة على مستوى كل جهة جهة بالخصوصيات ديالها، الجانب الثقافي، جانب النوع، جانب ديال اللغة وغيرها، يمكن التنزيل ديال هذا المشروع. هذا كاين صعوبات، الجميع يتحدث عن الصعوبات. إذا هذا النوع من اللقاءات الهدف منه الوقوف على التراكمات اللي كاينة حاليا وما يجب استدراكه. وكاين هناك مجموعة من الإخفاقات، لأن في نهاية المطاف راه واحد النموذج واش نجح ولا ما نجحش. المعيار هو هل تم تحقيق المطالب الاقتصادية الاجتماعية السياسية الثقافية ديال المواطن. كلما تم تحقيقها بمعنى ان الرهان تم كسبه. وهاد القوانين التنظيمية نعلم كاين هناك صعوبات، وهذه مسألة طبيعية، لأن الجهوية هي تمرين، مما يشكى في أنه ليس والد اليوم، ولكن كيبقى تمرين بالنظر للإكراهات، بالنظر لما يجب تحقيقه. ومرة أخرى أعيد، راه يخطئ من يعتقد كون أن الجهوية غادي نحلوا بها المشاكل، لأن كاين هناك امتدادات الجماعة ثم العمل والإقليم ثم الجهة. الجهة هي أعلى مراحل لا مركزية. الجماعات الدور ديالها في القوانين هي إدارة القرب، العمالة والأقاليم التنمية، التطوير الاجتماعي والتنمية القروية، والجهة التنمية الاقتصادية المستدامة. إذا هاد لي زيشلون بثلاثة، هاد المستويات بثلاثة، راه ما يمكنش تجي تقول غنجح الجهوية المتقدمة من الفوق، بحال واحد جلس لشي دار وتيبداها من السطح، ما تيبداش من الأساس. إذا كل هذا هو ما ننصح ديره في هذا اللقاء، في هذه الندوة، انطلاقا من الحضور ديال العديد من المختصين والممارسين. راكم شفتوا السيد رئيس الجهة كان هنا وطرح مجموعة الإشكاليات اللي مطروحة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، في أفق الخروج بواحد الخلاصات، وفي أفق كذلك المساهمة في واحد النقاش اللي كيبقى مفتوح، راه ما غادي ينتهيش اليوم ولا غدا ولا من دابا 10 سنين، هذا نقاش غادي يبقى مستمر، فقط في أفق إعادة التأهيل وفي أفق إعطاء واحد النموذج اللي من شأنه تحقيق الغايات، وهي التنمية ثم التنمية ولا شيء سوى التنمية.